صبايا اليوم بدي أعرض زهرة كتير مفيدة للبعض وممكن تكون بديهية، المهم طرح يستفيدوا الصبايا. كلياتنا بنعرف البلاطات في فواصل دايما بيناتهم، هي أفضل البلاطات اللي بتجي قطعة واحدة وهي عبارة عن طبخ مومرمر طبيعي، تجي صبة وحدة ومنحط اسمنت شمنتو بيضة مثل ايام زمان. اخترعوا سيليكون انواع عديدة، وكل مرة بيقولوا انه هذا السيليكون مضاد للبكتيريا، بمعنى انه السيليكون ما ببني مادة خضراء من رطوبة مو من القزارة، لانه هي مادة كتيمة. هلأ رح افرجيكي اياها. هاي هي مادة السيليكون، عندي اياها بس خالصة، رح اجيبها وقت بدي أضع بين الفواصل. من فترة لفترة اتعلمت انه اغيرها لانه عم تبني طبقة تحتها. لحد الان ما شفت نوع جيد، بس شفت نوع جيد رح اقلكن عليه، وبتمنى اللي بيعرفوا نوع جيد يطرحوه ويصوروه للصبايا. طبعا بدنا نطالع السيليكون، هذا هو. هذا هو. بدك تقولولي مدام ليش انتي عم بتشيلي كل فترة وفترة؟ هو مو ظاهر للعيان البكتيريا، بس هلا رح افرجيكي ايش في تحتها. هاي مرطوبة وبالمياه، المفروض يتغير من كل فترة لفترة. هذا هو، شوفي هالبقع الخضرة. هلا انا بدي انظفه بالسكينة بالقماشة، وبدي احط خل. بحط خل بهالشكل صبايا، بدي افركه المادة هاي. الصبايا عم بيقولوا لي مدام يا ريت تفيدينا، بسلك بيروح كلياته وبصير ابيض. ممكن كمان نستعمل الكلوروكس مشان نقضي على اللون الفضي. هذا كلياته بالسلك بنطفه وبطالع ايش في جوا بهالطريقة، وبعدين بجدد السيليكون. هذا هو. هلا رح افرجيكي هون ظاهرة تمام محل المياه، ما لها علاقة النظافة بهيك امور. هلا رح افرجيكي اياها. شوفوا صبايا شلون تحت هي المادة. هلا بحط خل وبفركه وبجيب خرقه بدخلها لجوا، بنظف مزبوط وبنشفها، بخليها تتعرض للهواء لمده يوم 24 ساعه. بعدين بجيب فرد السيليكون هذا الخاص محل قواطع البلاطات بيعبوا فيه. هذا السيليكون هي ماده كتيمه. هي هي عم بيصير تحتها رطوبه، عم بيصير هيك دايما من فترة لفترة. بيقولوا انه طالعوا ضد البكتيريا، انه ما تعيش بكتيريا تحتها. المهم نحن بدنا نعالج الامر وجود بالموجود. كل فترة بعمل بهالطريقة. بدك تقولي مدام ليش ما بتجيبي شمنتو بيضة وبتعملي؟ للأسف حركة المرأة في السعودية محدودة. ما بعرف اروح وزوجي ملتهي بعمله وبيجوا تعبانين. المهم رح نجود بالموجود. اي ماشي الصبايا بهالطريقة، ما رح نشوف. شوفي شلون بهالطريقة بنشف مزبوط مزبوط، وبنظف مزبوط، وبعقم مزبوط، وبعدين بتركها 24 ساعة تتهوى. بعدين بحط مادة السيليكون من فترة لفترة، كل 4 شهور بغيرها، أحيانا 6 شهور حسب الأماكن. هاي الأماكن هون جنب المغسلة بيجيها مي كتير، مثل ما قلت لكم ما لها علاقة. كل ما كانت كل ما كنتي متابعة للنظافة، مشان هيك دايما بنطلب انه ننشف حوالي المجلى مشان رطوبة. بهالطريقة صبايا
لحتى اخذ تنشف ينشف. هذا هو الفراغ وراح اعبيه باذن الله.